الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة بعد المقام المحمود الذي وعدته إنك الله لا تخل الميعاد. جزاك الله بالخير. جزاك الله بالخير. الله يعافيك معون. لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم. العيال صحوا يوم جيت؟ خذيت عليهم شوط. باخذ عليهم شوط من هاني. اكفيك؟ اعطيك فنجان لا بكفيك انا. خسروا خلاص 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 خلاص. ها؟ خلاص جاي روح. ها تبقى هو راح اجيبهم. انا طمرت على الجدول. طمرت على الجدول يوم ما بها احد. عوافي رجل الأمور سهالات يا أبو حزم هم الأمور سهالات الدنيا ما توقف على أحد يتوقف على اثنين على ثلاثاء على ربعاء بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله ما عصبنا رؤوسنا إلا على القوة خيرنا وراي الدنيا ما انتينا
من أفزعك؟ من أفزعك؟ من خاض عالمك الجميل وعاث فيه وروعك؟ من أحسنك؟ من هز تحليق الطيور وأدماك؟ من أطفأك وعاد للدنيا الظلام ومزقك؟ لا تيأس ولا تحزن، سأبقى دوما بجانبك كي أسمعك، كي أسمعك. كفرت في شتى مفاتني دنيتي، وآمنت في عين بها قتلتني. من قائلا ألا الممات مرة، كم مرة في حسنك قتلتني، علمتني معنى الهوى وأتقنته، وعلمتك أسرار البحر وأغرقتني. فليتك لو بقيت لضعف حالي، وكان الناس كلهم فداك، يعز علي حين أدير عيني، أفتش عن مكانك لا أراك. أتعشق الدنيا أخي؟ فإنما يرى عاشق الدنيا بجهد بلائي، حلاوتها ممزوجة بمرارة، راحتها ممزوجة بعناء. لا إله إلا الله. استريح استريح. شاي ولا قهوة؟ شاي. أخي بستشيرك في شغلة، بس خلها بعدين. تمام. بعدين بعدين. بس. تمام. إلين هنا. أذنت هنا. قام لي علي. قومتهم. يا الله يا كريم. أنا سنت مسنين أبو حسن أسلم. غرست غرست
المهم انزل بموتر يا طول العمر وبرح 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 يمين يسار عش يقدم له والله يا الموتر غاص يا ولد يا ولد شل ابوك حط ابوك ارفع الجوال نزل الجوال ما في رسال يا ولد يا ولد يا ولد واطالع يمين اطالع يسار الاخلي ما في احد يا ابا قيض قيض الساعة 2 الظهر ومكيف ما فيه والموتر ما فيه مكيف حو وتقول مكيف ما فيه موتر والموتر ما فيه مكيف يا ولد قلت والله مالك الا تمشي وانا داخل من الشارع يمكن حوله 300 كيلو 400 كيلو لا يا ولد وش عاد اسوي وش عاد الله رحمني اني كنت مسجل في نادي في ويش كنت مسجل في نادي اي والله رحمني ان ذاك اليوم كنت مفطر بيض مفطر بيض اي قلت يا ولد مالي الا امشي رجليه كان بحول الساعة 2 الظهر ما هو بحاسب الا حول 370 كيلو من الخط الله يطيب حظك الله يطيب حظك الله يطيب حظك انا خلصت عشان ما يحسيها والله اي والله المهم وانا امشي رجليه يا طويل العمر انزل الموتر امشي رجليه ناصي الشارع ها الساعة 2 الظهر الكلام ما جت الساعة 5 العصر إلا وأنا واصل الشارع العام. حول ولا قوة إلا بالله. في الساعة أقطع 100 كيلو من الجدية. في الساعة كم؟ أقطع 100 كيلو. تمشي 100؟ إيه. ما شاء الله عليك. لا هي بسرعة ولا هي بهرولة. واصل الشارع اللهم لك الحمد. ومن الشارع إلى بيتنا يمكن حول 700 كيلو ما شربت البيت الا يوم قدني واصل ما شربت البيت ما شربت الماء الا يوم قدني واصل البيت ما شربت البيت ما شربت الماء الا يوم قدني واصل البيت ما حسيت بظما اني كنت ما مفطر بيض السلام عليكم سلام زينك جيت يا اخوي ترحمنا من بعض السوالف تعال تسولف علينا سولف علينا ابو حمود ايش كومك مكيف صح ما هو بارد ما بارد لا رافعين لا. عليهم اكيد مليون في المية مليون في المية رافعين عليه على هنت لا مو هو بارد والله بلا هواء غير الاعدادات اي هواء اي طيب 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 رحم طيب وضع يصح صح صح يا اخوي ترك اشغلتنا يا اخوي قلت طيب حطه يا اخوي طيب حطه يا مسلم لا بلا هذا والله صدق لك ما قومته لا اله الا الله ابو حمود اليوم بنسلم العماد يا ابو حمود تبي تهدف لك جريه تجيب انت مجرم انت تراعي جريات تبي تهدف لك جريه اليوم انا اكتفيت بالجريات سوي اللي تبي اليوم اليوم متراضي عن كل شيء اليوم مفتوح انا عقب ما ظهر نايف حسيت اني انا شرت على ابو حسن في موضوع طلع الخلل من نايف مو من نايف وشو؟ عقب ما طلع نايف حسيت اني عقلت طلع الخلل منه انا شرت على ابو حسن البارح سولفنا وياه في موضوع قلت له عاد اللي يقفل بعمات بتضبط يقفل شو؟ والله ما حدث يعني وش؟ حدث حدث تسويه في اختميك لا والله بس ابو حسن عاد يسرح يقول لا مقروء والله حدث اللي البارح مقروء من الحدث يقول بيجي في خاطر ولا بيجي في خاطر رفيقنا ما عاد مسوي اي هو ياه لا ما يصلح ما يصلح مره الشيء اللي ضيق رفيقك اقول الله المناصب ما تغيرنا يا ابو حسن وشو وصلت يا رجال والله ما عاد الا ثلاث دقائق هم انت بس يعني علمت وأديت الامانه حسن قوم مرتين وانا قومت مرتين واذا يمكن بعد قوم عقبي ها مريتهم خبر بعد منهم هنا الا واحد ما في الا اربعه هناك من كثرهم انا ادري قومت ما عاد في الا اربعه في الربع والله ما انا كلام قلت فيها ما بلا اثنين ما في الا اربعه هناك الغرفه ذي ما فيها الا اثنين سلام سلام هناك ثلاثه تعال تعال صح تعال
ايش لا يا رجل لا معجوب فيا ما يصلح له يا دبي دخلكم برنامج تبشر ها ما ادري ادخلهم البرنامج هم وجاع والله انا سد لا لان انا احس لا هم وجع اذا جتني فتره كلكم وجاع من يوم دخلنا هنا وانتم ذا اللي وراك اسمع ما وجع الحين يا ابو حسن ما وجع له البرنامج ايش يقول وجع قلت ما وجع له في البرنامج وش حل الوقت اقيم منو 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 الوقت انا ابدا 20 دقيقه اخر اقسم بالله ان عندي ربو من اول اذا قصدك على صدري والله يسامحك لا تضبط كذي القهوه والله لا 20 دقيقه اصبر انت سويت اللي عليك يا عيال نايف الحين ماسك خط بيشه اوه حاط الغتره هنا والطاقيه كذا والعقال فوق سلامي على بيشه مرات عيالك يقول الله ياخذنا ياخذ عادل ياخذ الشنبه مرات طلع خيرت له والله يمكن اخير تله الله يوفقك يا ابو الله يوفقك رب رب الحين ولا خلاص خلص لا تقول رب الله يوفقك ابو ابشر بس سعد لا تردد يا ويلي هاي العلوم يجيبني انطق من اللي هي بيض الله وجهه والله ان الشيء اللي سواه الله يستر عليه انه يجمله في بالله تب الصدق إبراهيم هذا أزمع أقسم بالله إن إبراهيم الأزمع اللي وش لا نعودت بتصويت ما لها داعي ما لها طعم لأنك الأسبوع الجاي تحتاج تصويت وإن ظهرت ما لها طعم والله نعودت بتصويت حسرة حسرة الأسبوع الجاي الأسبوع الجاي بيأتي صقع الرجل الأسبوع الجاي أنت بتكاتب الأسبوع الجاي أنت بالناس تصوت يا أخي تدري إيش أحس إنه صح إنك ما توقعت إنك ترجع تصويت قولي مو مثل ما توقعت قولي قولي ما تخابش إيه خابر ما توقعت لأن تك 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 الله يبيض وجهه من صوت وجعل العين اي والله بيض الله وجههم ويلوك والله انا ظلن عليك انت ونايف البارح متوقع انها بينكم يلا يا عود يلا توكلنا على الله سبحانه يلا يا ابو جاهز انت ابو انا جاهز بس يلا تعدد بعد ارحب والله جاهز صل جوازك معك يلا اموري جاهزه جوازك معك احمد جوازي بشنطه الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استووا تراصوا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مساكم الله بالخير. نعم السرور. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عندنا هذا الهم، أسأل الله يتم قبل يخلص البرنامج اللي هو الوقف، تغانمه اللي ما يقدر يتصدق ينشر، اللي عنده قدرة يتصدق، خير لك في الدنيا وفي الآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله لا يهينك أبو حسن. إياك. استغفر الله. فهد وينه؟ ما ادري والله ما شفت. عود معك البارح؟ انا بعندك عود. به؟ عندهم شيء يعني؟ عنده مطبخ فهد مطيري؟ معي؟
إيه. مطبخ صراحة ما ودك. أنت مطبخ صح؟ أنا وفهد أنت من الأسلام. حلو. مطبخ ما عندك يسحب ولا أربعة يا شيخ خلاص. إيش؟ يسحب واحد واحد. صح. العدد قليل. فردية. كيف؟ العدد قل. ما ودك تكون ربعي. ودك أنا واحد واحد. مشكلة قد سحبوا للجمعة. ما يمكن. الحين الكوتش بيجي اليوم. ايه. وش النظام؟ نفس الأول. شلون نفس الأول؟ في نقاط؟ ايه. ايه. ما بعرف ليش فقرة الكوتش بس اللي استمرت بنقاط؟ المطبخ. ليش أنت النجم ما كملت؟ المكتبة ما كملت؟ ايه؟ المطبخ المطبخ فيه. والمطبخ. المطبخ وأنت الكوتش بس. ايه. يبون يحندونا بالكوتش. يا باك تتمرن وتطبخ ها؟ تتمرن وبعدين تروح تطبخ تتطبخ تطبخ بعدين تروح تطبخ تتمرن تتمرن وتتطبخ فهد من طيبي يا ريت لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله الله بالخير أبو عسلنا صح؟ طيب لا إله إلا الله والله قمت صدري شاب عليه بالله من العودة يمكن صح؟ لا إله إلا الله سم كيف الحال؟ أنا شفتك يا أخي 83 يوم في البرنامج هنا والله استحيت يعني أني أسأل اسمك تعرف عليك إذا ممكن تعرف لي عليك. 93 لا أنا شغال والله. والله تحدك. والله تحدك. والله أنا شغال حتى من غير ما شيك. بالكاب والله إنك بعزيز صدق. يمكن أحد جالس بيننا هذا وليد لا حجار يا وليد حجار والله أنا شغال يا الربع ها وش بلاك ما أدري تكلم 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 عشان تعرفوا عندك ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلم أنت والله إنه شغال عندك تكلم يا أخي أسكت إيش فيك ما تحرك عندك روح غير حجار إيش فيك متوتر اسم عليك ايه بطارية يمكن طيب والله انا حتى انا شغال ها والله شغال والله شغال تأكد انت جني أبشر بالفوز. والله اليوم جايبين أدوات ما أدري والله وإيش شيء. عندك يا الأمير. يا أخوي ما فيها شيء روح قولوا لهم من. لا 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 يا عيال وين شرب ترى خذ لك شاور أنت. يا أخوي وقف صل على النبي. صل على النبي يا آدمي. خلوا خوفك رحمن خلوا خوفك. كيف اشوف؟ لا انت حلال زر طافي يا ابن الحلال رح والله ما هو بطافي ما ينشاف رح رح والله انا طافي يا اخوي ايش القحاره اللي في راسك يا اخوي يا اخوي رحناك طيب شف احمر احمر اشوفه من هنا تراهم يدرون والله طافي ولا لا شوف اللمبه شوف احمر شوف شوف اللمبه خربانه رح 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 حتى لو حمرا رح لا حول ولا قوه ابو لافي طري واحده هو يا خبا حانا جاي من اباحه اليوم الو الو هيا واخا لا شغال يلا غير بطارية يلا شغال كيف عرفت انه شغال يهتز يهتز عبد الرحمن الله شغال الله يعطيك الصحه والعافيه ابو زهره انت بتقولون انا عن اني قهوه ولا شاي يعني اني قهوه ولا شاي هو يقول انا عن اني ها ابو لاف ليش تقول انا عن اني ها ها
خشيت على الجني. الجني دريت يا ولد ما يجي حقت الزر يجي كلام طويل وجنبه جاي الكلام من فعزته والله بس عرفته ار اف مدري ايش ار اف ولا كل الشغل عرفه اللي انت تتاكد انك شغلت وتاكد انك اي يا ولد فجاه كلام الطويل هذاك لا انا المايك حقي صاير كذا يطفى فجاه امس طفى مرتين يو اكثر واحد كان يعاني عنده مو طافي اكثر شخص شغله في شحن اكثر شخص كان يعاني فجاه يطفى وانا جالس عبد المجيد اقسم بالله الله يستر عليه حتى هو مليان ان تحس احيانا ان المايك يعانده والله تحس المايك يعانده ابو لافي يتقهو ولا عليك لا ابو لافي لا عبد المجيد العكس الله يوفقه وياه يا روح الحزه سلمت وكرمت ما ادري تلحق ولا ما تلحق بس عاد ان شاء الله يا وش حيلي سلمت عندي واحده وازي سم توفقك يا رب يا الربع عمدتكم زعبيط ايش بس نروح القريه ثانيه انت صادق جاء اتصال البارح انت بترجع دامه في ابراهيم برنامج واقعي توه بيبدا الحين وطالبينه خذني معك والرجال بيمشي خليه ياخذني معه حتى المعاونين ما هم رايحين معه للاسف مو بالحاله ارجع رفيق اهم امس اتصال من الخرج الوكاد الوكاد ترى ما رد محمد السالم الا اتصال الخرج ولا كان الحين توقعون في اتصالات يلعبون فيها برا ها وجو في اتصالات ما ردك الا اتصال الخرج عزيزي تحدها لا تمن تحدها اهل الخرج من زمان ولا كان الحين تسوي كذا في الشارع من اول انا احبهم اهل الخرج ولا زاد حبهم الحين دبل الحمد لله والله حظكم طيب امس من الاتصالات الله يسعدك حبيبي شكرا انك تاخذ وتعطي معي ها الله يسعدك توقعوا في اتصالات بالبرايم النهائي برايم النهائي مين؟ برايم النهائي اللي لنا كلنا ابراهيم ولا شيرام ابراهيم ابراهيم ما في ابراهيم نهائي نهايه الحاره ايش اللي ابراهيم اقسم بالله بالكاب ذا انك انا مدرب ناشئين اقسم بالله الله ما يشتري ما اللي قال لك ان في ابراهيم مهنه شريف ولا لا دعم مهنه شريف ولا مدرب ناشئين ما في ابراهيم خلي يطلع اللعيبه ذول كلهم اللي يطلع صدري ميسي اذا ما هو مدرب ناشئين الا كان ما ما ابو ابراهيم يا اسهل يا الربع الا في ابراهيم بها اسئله ما ابو ابراهيم اي الاسئله اسمع ابراهيم واسئله لا مو على كيفك لا تسمي على كيفك يود ايش تبغى اسمي برنامجهم ايش تبغى اسمي ايش الاسم اللي انت تبغاه اسمه الحفل الختامي ولا اسئله طيب. الحفل الختامي هل واحد ما اي في الحفل الختامي بتنقف انت واللي معك كلكم كيف يعني ما هو ما حد طالع وجالس احد ادري يا اخو ايش معنى ابراهيم بالانجلش ايش معناه ابراهيم ايش ترى محمد بن حسن حبيبي ابو حسن ابراهيم ترى والله ما بكيك ولا بكيك اسمعني لبيه اللي انت ابغيته انت تبغى تتكلم عربي ولا انجليزي ولا ايش لا يا وصل للمرحله ما عندي اي مشاكل لا والله اللي تبيه صدق لا جاني باسلوب طيب جاني والله بالعكس اهدى والله العظيم انها ابراهيم تمشي بالكلام ذا كان على طول ترى سلس في الحركات وليد ولا تمس طريقه وديه يعني ام الحسن ايش فيه مجد بس انه خشوم طيب ايه هذا اللي مش خلصتوا عليه يا وليد خلاص اسلم فاقول لك وابكت على طول مثل اسم الناس براخي فاقول لك ابراهيم يا ابو قشران سم ابراهيم انت ايش تبي لا والله الا انت ابو انت ايش تبي الله يعطيني الله يدفع خلاص ما يدفع انا ضرعيني الا بالله اللي تبغي راح الظهر ابراهيم وابو ابراهيم سم يا قلبي انت يا عاد خلوه حفل ختام ايش تبي انت خير خلاص فراج حبيبي اللي تبي يا حبيبي حفل ختامي ولا ابراهيم اللي تبي يا قلبي طيب شطلب معلش هو يكتب اجر اسمع تحمل ويرد ترى من الحب ختامي ابو زهره ابو زهره يا اخي انت مجرم بشمته يا ولد ولد خله هنا يقوم يتكلم هنا ايوه راح راح هنا فوق المسرح فوق المسرح ولد لويس ايوه يا عيال ترى والله العظيم وانت بالي وانا دفدفها اسمع يا عيال عادي ما بقى ثلاث ايام وليد ماي وليد سم ايوه ما تم بعلفها ها طيب الحين البرايم النهائي البرايم النهائي هل البرايم النهائي يكون فيه اسئله؟ تمر يكون فيه اسئله يعني ممكن ولا ممكن يكون فيه اتصال؟ يا بالله اعطوا وجه دقيقتين بس خلنا نشوف ايش عنده يلا يسولف مع شجره الله بتوصل للمرحله اهلا يعني عبد الرحمن السامي بيستقبل زياد اليوم شاف نفسه على يا لي اشوف برشك
اشوف اعلمكم ايش عندي اليوم. والله ما نام يا عيال بدري. طيب اشوف عند عند الشجر واقف عند ما قلت اضحك. ايوه يقول وش اقول؟ يقول طيب ابتسم ابن مريم. ايه شوف شوف ابتسم زي انا وسنه ذا علقت عينه ذي. انت صادق. شوف لما ابتسم غمضت. بعد في مرحبا لي يروح يهديك عين جديده يا ليت زي انت الثاني سم. لبسته مثل تحتاج. شوف بيتكم متزين يا عمده يا عمده. خلينا ايش عندي اليوم؟ عندي عندي والله اعلانات اسناء 15/15 والله 3/4 بعض. شوف عندي لقاء حق زياد. قروش يا ولد بغيت اطرشمك بالشاهي. عندي المطبخ بغيت اسوي لك بايه. وعندي الكوتش وعندي تتشين شيء كلها انجزت فلس. اوه اليوم بنروح. شفت كيف؟ اقوى انجاز دخلنا برايي. الشهر اعتبر حق ذاته. اليوم بعد ما نفوي لك كل شيء من الليل النهار. ما رقدت وجودك وجودك في القلب والله اني اروح. يا طيب خشمك. دق نمر بس نبي ندشنا اليوم يا حبيب. شفت كيف؟ يا اخوان الشهرة ترى سلاح ذو حدين. والله اليوم يعني ما ينفعك وما يضرك. انا اليوم يعني صراحة اليوم اليوم بس عيني ما قدرت ترمش صراحة من كثر الضغط اللي عندي. افايد الان ليش؟ عندي اعلانات. لا اله الا الله. والله صارت اشياء مستوصفات واسواق بالضبط. عندي طال عمرك تتشين شيل. مش الدين ذولي قروشونه والشعار. تكفى نبهجنيات نبا. عندي شيخ شو اسمه اللي جاكم العصر هذا؟ المطبخ قبلها. كوتش والمطبخ. الكوتش. المطبخ. وعندي المطبخ بدل على الطالبين يقول تكفى يا ولد يمدحونه. يبي طبخات كذي زين. وعندي طال عمرك اللقاء مع شو اسمه اللي يجي يوم يوم العارض العارض. يوم اللي يجي يوم الاحد شو اسمه؟ من؟ اللقاء زيد توم زياد 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 الشهري. اسمه زياد هو. ايوه اللي ذب علي امس ذبه خايسه اللي يقول لي انت لبسك اللي كان علك. انا اناديه زيد يا ولد. وافقت له اسمه زياد. بعد طلبات وبعد حق شو. والله انك طيب. والله انك خشم. ايش اسوي يا ولد؟ والله ما احب ارد احد. والله انك خشم. والله ما احب ارد احد. هو رجال طيب استاذ ان شاء الله. الله يكفينا الشر. ما جبت محمد بن حسن وانت بتروح ابوك في الجنه مو برايح. يلا يلا وش اللي الساعه 1:12 12:30 ممكن ساعتي خربانه. ايش فيكم هبيتوا؟ لا لا تقريبا 12:30 وين يا ولد؟ يعني باقي 40 دقيقه على المطبخ. اول مره تصير. كيف اول مره تصير؟ احنا مخليين بدري ان المطبخ معك. لا لا ترى الحين يا عيال النهار صار يقصر. في الظهر صار ياذن 11:30 في الفقره تتقدم ترى. ها فقره تتقدم هني اي لانه بياذن امس المطبخ. اذا كانوا ما صدقوا هم انهم يحطونها. لا لان الفقره العصر ترى يأذن بدري. أمس خلصنا المطبخ 2:30 ترى. طبعا إذا باقي 40 دقيقة ودكم واحد يسوي لنا مبادرة ولا نسوي تمارين برا ولا. مبادرة مبادرة مبادرة. الرجال تيذا ما شوفه في الليل. إلا في الحواش. الله جلسة الظهر والسوالف. الربع. تقول جالس بصالة بيت. عبيط بيودعكم اليوم متى تبون يودعكم؟ الحين. ودع عمادة. إذا تسمح لي. بيسوي خروجية بسيطة. لبه. أنا اللي بودي زعبيط. تم يا تخليني انا اودي زعبيط خلاص عندك يا تخليه واحد من عيال حار يحب زعبيط جدا يبغى يودي. انت بتودي خلاص تم موجود ابو نايف جا والله لو تسوون سيناريو بسيط هو جاي شايف. لا عندي فكره انا بسيط بيرقد جيت انا في الصلاه في الصلاه ترى مو بسهران فكره بسيطه ترى مو بسهران الدخوليه بسيطه الخروجيه بسيطه مسرحيه انا سهران حظه ردي اليوم. لا احمد لا والله الفقرات تزاحم. يجي تاخذ المايك اول بساتين اليوم ولا ما عندها بساتين. واحد داخل المطبخ شايب شيبان يا ايش قال يا روح يجي تاخذ المايك كلهم يغنون جوا. يقول يا روح غامض الجمره قلت عوال اسحب ابو زهره اسحب. قلت تعال الصراحه تقول لا دقيقه هذا بغيت العب معهم بس خصم يا عوال. يقولها ليش هو يعرفها من اول ولا شيء ما ادري عنها. انت ما شفت وجهك اخوك محمد مع اتصال. هج حدوه يا عوال يكلمكم. هج مع اتصال. تفضل يا عوال. تفضل نسمعك حبيبي نسمعك الحين. ليه ما تعتمدون بعد كل صلاه يطلع واحد يتكلم؟ طوط طوط قفل يا رجال ارفع صوتك. ليه ما تعتمدون بعد كل صلاه يطلع واحد يتكلم؟ شو هذا استحوال.
وشو؟ خلاص انت طلعت الظهر العصر انا بطلع. يعني لو اني ما قمت ما حد قام. لا والله اني اقوم انا. تدري ليش؟ انا اقول لا أدري خصوصا يقوم. الناس اللي يعني تعرف تنصح. انا وعاد نقوم. انا تنصح. الفراج امس ما قصر. نقوم. انا اقوم مع اني ما لا تنصح وما شاء الله تبارك الله بغيت اقول لك حتى اليوم خير الكلام ما قل ودنا. انت وليد بعد وصلت الرساله بدون ما تفلسف عادي ما هو اسلوب الله حيه والله يا اخي تخيل تخيل يا اخوي عيال احنا كم واحد 1 2 3 4 5 6 ابو فراج سمي عيوني خلونا نوزع لك كشرات انا صادق خلونا نوزع يا ريبي يو 6 في مكان واحد واحد يروح مثل الشيبان روح لك كشرات واحد يروح لجيش الرداب واحد يروح العريش والله لو وزعت لك كشرات الان كل واحد تجيك 1000 فكره افكر في ايش انا زعبيط شاد بس زعبيط شادها والله شد ولدي شد ولدينها اني لازم اشارك في برنامج واقعي هذا اقسم بالله لو يخلون جائزه مليون ما اشارك اسمع احنا مليانين خبره نلعب بالخبره انا واقعي برنامج واقعي خلاص جربت اقسم بالله جربت ما اشارك لو انها والله ما اشارك لو انها خلاص وهم مليون لا مو بعشان شيء مو بعشان شيء بس ابو حسن تشارك بعدها على طول ولا بعد فتره لا على طول مباشرة ايه؟ مستحيل لا كم تبي ممكن بعد 5 سنوات ممكن إيه لأن عندك لا خبرة فيها ما تعرف يعني تسوي البرنامج يضيق الخاطر يسمح لي إيه بعد شهر ونص شهرين ثلاثة بدخل أنا والله ما أفكر والله لا أدخل والله ما أفكر يا أخوي تدري ليش أيوة يا أخوي أنا خاف أدخل الحين مع نسخة جديدة تصير مضروبة منتهية ثم اقول يا وجدي على نسخه كاريزما قسما بالله يا اخوي تضرب معك النفسي تجارب عادل. تجارب حلوه خلاص جربت انا من الناس اللي احب اجرب مره خلاص جربت مره واحده خلاص خذيت كفايه عاد الفكره ما هي هنا الفكره انك انت مليان خبره يعني كل شيء الحين قد ساد نفسك كان ساد نفسك هنا تقدر هناك انك تضبط حركتك ولكن انا اختلف قل ليش فهمت حلو لان انا اعتقد ان كاريزما كان بالنسبه لنا زي الكورس اللي خلاص تعلمنا منه المفروض نطبق برا ما نروح ندخل مره ثانيه صح انا امزح والله انا عن نفسي مستحيل ارجع برنامج واقعي مو مستحيل يعني ما اعتقد ما والله يجيل انها على ما قالوا انه معها واقعي اذا كنت يعني اذا الفتره اقل شفت البرنامج شهر شهر عادي كانه معها سنيوم صعبه شهر عادي إيه كانه معها يعني الفرصه إيه. الفرصه كانوا من المغرب الساعه 3 الفجر توقع دوره عادي ما عندي مشكله يدربك على كل شيء اي عادي دوره ممكن تكون ولا ياثر مع اللي عنده عمل سهم لا شوف انا سهم كان يبدا بعد صلاه العشاء ويخلص الساعه 6 الصباح والله ما يجي اذا بتدخل برنامج هو كان الرجل ساعه بجوال زي الفرصه يقول اطلعون واخذ جوالات مرتين لا ما يصلح ثاني زي ما يصلح ما يصلح اللي يصلح والله ما يصلح انا اشوف يصلح للي انا اقول يمكن اشياء بس يصلح يصلح اقسم بالله ما يصلح بقول شيء بس يصلح للي كان له خبره طويله في العمل والله انا ما خبره اقسم بالله يا بعض الناس هنا لهم خبره انهم متاثره والله يا وليد انت معهم خبره لو اسمحوا بالجوال مستحيل انك تمسك الجوال في البيت صح؟ والله نشوف الرجل خاشق رايح جاي لا لا محمد حسن يطلعون يطلعون ابو حسن يطلع الرجال ويروح في الزاويه ويشوف سو كذا ويرجع يسلمونه 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 المغرب لا يا اخو انا اسمعهم يقولون كشاف كشاف جوال كشاف لا يسلمون المغرب والساعه 3 يا اخوان يطلعون لها لهم واليوم الثاني يجي المغرب ابو حسن جوال كشاف ما يصلح يا عيال كشاف صح شفتوا الفرصه يا شباب في برنامج من البرامج كانوا يجون المغرب حلو ويطلعون ثلاثه او ست نجوم. يطلعون ست نجوم اللي قال خبره ومعهم جوالات وصارت فيهم مشاكل صح دريك. هو يقول من هو؟ إيه؟ على فكره يا عيال ترى في برنامج البصمه ويصير مشاكل بعد برنامج البصمه وزهقوه وش ذا؟ زهقوا الاداره محمد ترى في برنامج البصمه حق رمضان ايه المتسابقين اللي فيه ترى خليط من المتسابقين والاداريين ايوه الاداريين ومعهم جوالات ومقدمين ترى برنامج حلو يعني شوف شوف الفكره الذكيه انه ايش؟ اني اجهز البرنامج اني اجهز برنامج للناس اللي بعدهم اللي شاركت في برامج واقعيه كمقدمين اجمل شيء ذا يجهز البرنامج عقبه ممتاز يا اخي شيء فيه هاشتاج يمسح الطريق شيء فيه هاشتاج والهاشتاج معك يعني سوي كذا بتطلع تشوف ترجع تسوي كذا روح تقدر ما تشوف الهاشتاج صح اللي بيحكم عقله يا اخي والله في شيء عن شيء انا اعرف احذف تويتر نهائيا انا اعرف ناس هنا حذفين تويتر لما طلعنا 24 ساعه قلت له قرات تويتر قال اصلا حذف تويتر انا اعرفه الواحد اذا صار حتى لما طلعنا ظلم واحد من اللي طلعوا معنا ظلم ما شاف تويتر ولا شاف ولا شيء يا اخوي نفسك انت اذا روضتها وعسفتها
مهم اللي تقدر اللي طارد وراها، بغت تويتر رحت تويتر، بغت مدري ايش رحت ذا اللي يقرا وينفذ اللي يسمع كلام اصلا شكله يطلع شكله وش كان شفت الرحول شفت الرحول ركبي العسوف ركبي الشخص اللي يقرا وينفذ والله انه ركبي عايش بطبيعتك وسجيتك ومبادئك وقناعاتك وارائك ولا كرة قدم ولا كرة قدم فهمت اتحدى يمكن الركبي بصوت محمد عباس اتحدى الزعزعي اتحداك تفهمها ركبي ولا كرة قدم امريكيه ركبي ولا كرة قدم امريكيه ركبي ولا كرة قدم امريكيه تعيش مات الركبي ابو زعزعي ابو زعزعي ابو زعزعي ركبي تكفت عليك عنده ركبي تعبانه شوي تقدر شفت هذا جاء معنا ثاني فنان عاد حلوة خارج الصندوق ها تعجبني انا اصلا عايش خارج الصندوق شايف فكره اسمع انا لي 17 سنه خارج الصندوق والله زينها من عنده برامج الواقع يمكن اذا جتني يمكن اني ما اشارك لكن في حاله واحده اللي هو اذا بشارك مع مجلس الشيبة في هذه الحاله انا تم حاله ايش إذا بشارك في معاه مجلس الشيبان صدق أول ما أنولد عمره 16 سنة إذا بيعطون شهادة شكر اللي حضر مجلس الشيبان يعطون فخر نشهد الله إنهم يفكرون من الساعة والله ما خليه يفوتني ولا إي والله والله قلبي يتفطر على مجلس الشيبان ما حضر فيه خلونا يفكونا نربط بيت أخي زين بس مشكلته يا أخوي الساعة 9 الصباح نقوم الصباح لا تبت الساعة 9 ثمانين نهار ما جينا هو يا ولد غصب والله ما لنا حيل أي والله يفكونك ثلاث متى بتقوم؟ تقوم ثمان؟ تسع؟ نقوم تسع ما عاد كملت الرياليتي الباقي اليوم والله ما تكمل والله شيخني انفرط مخك الثلاث الأربع أيام الجاية دي لازم إن شاء الله هي أكثر ما قلتها يا ولد أوف أضحك على نفسي هذا والله اللي صمع هذا صمع أقول له صحني يوم تظلم تشخص من الجاية من مجلس الشيبان والله ضحكت عليك ليش ما تصحيني؟ تذكر بداية البرنامج والله ما صدق طيب كيف وضعك ذاك اليوم؟ يوم ترى عند الشيبان كملت الريالتي مضبوط؟ ايش اللي خر ايش اللي غير يوم كامل؟ ما تعد ثلاث مرات لا تعد وقمت الصبح بس انك رقيت بدري اقوم الساعة 9 لين الساعة 2 رقيت بدري ليلة ترى بس بعطيكم نصيحة يا شباب نصيحة؟ دقيقة انا ما اكيد احس اني مو بس خلاص لا تسمع بس انا سمعتكم قبل شوي تقولون اللي بيجي فرصة يشارك برامج واقع كل واحد ورغبته حلو بس حنا باقي 6 أيام أو 5 أيام إذا خلصنا ترى الشاشة متجددة حلوين يعني إنك ما بتقعد في البرامج الواقع أوكي هذه رغبتك وطبيعي قعدت هنا ونحبست 3 شهور ضحيت من كل من أجل كل شيء بس الشاشة متجددة مو مثل السناب شات بتقطع وترجع والشاشة وجمهورها متجدد وأكثر شيء المقدمين اللي كانوا معنا في ايام كاريزما كامل يقولك الشاشه متجدده لا تمل من الشاشه الجمهور يعني الحين معنا جمهور حلو يعني لقيت فرصه مقدم وكذا لقيت فرصه تعال لقيت ضيف تعال لا تقول لا انا اكتفيت برنامج جاي كذا يعني انك تدخل متسابق انك تنحشر نفس النظام خلاص انا احس انك اخذت نصيبك يا اخي انت ذهب انا قلتها والله اي والله يا ابو انا قلتها والله من باب كذا فتح السالفه والله العظيم وتاسفت صح شوي نوعا ما انا اشوف بالذات اللي نجح او يحس انه طلع بفائده او قدم اللي عنده او انه قدم اللي عنده او انه طلع الناس يعني ها يعني في نسبه كبيره يعني في نسبه راضين عليه اهله الناس اللي حوله وحاليه انا احس لا يرجع يشارك في برامج ثانيه ايه صح لانه ممكن يخسر كل اللي كسبه صح بس اذا جتك دعوه ضيف شيء ضيف دعوه اكيد هذا مو مشكله يا سلام الشيء الثاني انا اشوف اللي يروح يقدم البرامج الواقعيه اللي يحس انها ما نجح انظلم في نسخته اللي حس يعني ما نجح. مثلا نسخته كانت ما تاقلم معها حصل له ظرف او هي اقوى منه او هو اقوى منه هو واحد بيشارك مره ومرتين لانه قوي زبد لا ف يعني زبد يعني طفشان واحد يا اخوي احيانا فاضي ما عنده شيء والرجال ما يروح فعلا ما عنده يروح يتكي يا اخي يشوف الاستراحه ولا شنو ذا العالم نفس الاستراحه بس هنا بدون جوال فاضي يروح هذه يرجع ما يستراح 3 شهور تعذب تتعب فيها تتعب مثل 24 ساعه احنا طالعين من المنتجع يقول يلا نتكي في استراحه طيب لا خلاص تقيت تسدح بالبيت نتكي في استراحه او حتى لو كان رامس تكون نفس والله يا ناس اعرفكم واحد عمره 24 سنه الرجال درس جامعة وتخرج
ولا توظف، والله العظيم انه يطلب من ابوه كل يوم فلوس. عمره 24 سنه رجال، مصيبه والله. شوف لا تقول لي ولا اقول لك، ما هي مصيبه يعني. والله انها مصيبه يا رجال، ما يذوق العز خمام الوسايد. اطلع تحرك يمين يا اخي، بعضهم رزقهم ما جاهم يا اخي. وقالها ابو حسن بدايه البرنامج، الرزق ما يجيك انت تروح. والله بعضهم يطرده ما يحصل. ابو حسن تذكر الله سبحانه وتعالى بيعطيك الرزق وين ما كان، بيعطيك، بس بعضهم صدق محتاج. اسعى اسعى، روح دور يا رجال. بعضهم انا اعرف ناس ما لقى وظيفه وشهادته قويه، والله انه اشتغل بكافي واشتغل اوفر ودخل. انا اعرف واحد دخل بشهر رمضان بس 22,000، ومو عيب والله، مو عيب، مو بعيب. ايه بس انا اقول لك انه عنده شهاده كبيره مهما كان رزقه، الحمد لله. انا اقول لك انا اتابع كلامك صدق، يعني اثبتك على كلامك. غلط اصلا انه نحط فكره عيب انه الواحد يشتغل بالاماكن. يا سلام، هذا هو. فهمت؟ عشان كذا انا ما ذكرت. ايوه لانه شيء عادي، وهذا المفروض اللي يصير. ما في احد يبدا كبير، لازم تبدا من الصفر عشان توصل للمكان اللي انت فيه. اشتغل وتعب. ايوه ابن الدكتور. يا رجال بعطيكم حاجه، ابو حسن، ابو حسن ما يعرف يقرا كتاب الا دوم ملزق فجاه. صح. عشان تدخل معلومه بسرعه. عشان احفظ زين. خلو. ما هو نايم. ما هو انا قد قلتها زياد. والله اشتغلت في تطبيقات. انت ولا انا؟ شو؟ تخرجت هذه بس الموضوع هذا بطل. باخذ النظاره على بال ما اشتغلت. اشتغلت لسببين. ايش ذا يا ابو حسن؟ توني متخرج. البس عاد. شوف. علمك ابو حسن كيف حياته. توني متخرج. تحسه يا ولد الموضوع بطل. والسبب الثاني توني. حتى ذا. الصوت تغير خلي. توني متخرج. والسبب الثاني تجربة انك تلتقي بالناس. تواجه جمهور. تواجه جمهور. يركب معك الصلاحي. المهبول. يركب معك. النفسية. ناس مسيرة مختلفة يا اخي. مواجهة الجمهور مدرسة يا اخي، تتعلم منها. كانت تجربة حلوة، وغير كذا يا اخي تحس انك قاعد تقدم فائدة صدق. لما يطلب منك شخص تجيب له غرض، او يطلب منك شخص انك توصله مثلا، هذا الشخص لو انه يسوق ما احتاجك. هذا الشخص اللي يطلب غرض لو انه عنده احد يقدر يساعده ما احتاجك. فانت بعيدا عن المال، لانه نسبة بسيطة فلوسها او فلوس التوصيله، وهذه يمكن احيانا ما تتجاوز ال 20 ريال 25 ريال. بعدين هذا كله تحس انك قاعد تقدم فائده. تدفع عجله التنويه. اي والله، لا للشخص نفسه تحس انك فاك الهزمه. ايه يا اخي، روح لما تحس انك قاعد تسوي شيء اسمه روح التكاتف بين المجتمع، افراد المجتمع يا اخي، تحس بسعاده. مساكم الله بالخير. خلصت السالفه يا اخوي. مو يقول املى الدقائق الانتظار باستغفار، والله قاعد استغفر. انا مره كنت في كافي الصباح، كنت اذاكر قبل اختبار، وجاني واحد شباب سعودي جلس يسولف معي وانا ذاكر. قال ما شاء الله، الله يوفقك، الاختبارات بدات ولا لا؟ قلت له قال لي جامعة. قعدت اسولف انا وياه، اخر شيء اكتشفت ان الرجال عنده ماستر في اداره الاعلام، في اداره الاعمال، واخذها من برا، وجاء هنا ما وقف. قال جلست هنا شهرين 3 شهور قدمت وظائف ما جاني رد، ليش اجلس بالبيت؟ هذا الكلام. جلست اسولف يا اخي، الرجل ما شاء الله تبارك الله. قلت له ماستر في اداره الاعمال هذا الكلام اللي عليه الكلام. هذا احد اللي يبي الشغل يبي يلقاه. يا خالد عاد روح غير الكيشن. ابو حسن واجد والله، روح غير الكيشن. روح سولف جلسة زعيز، خاصة الفترة الأخيرة، 3 أو 4 سنوات أو 5 سنوات الأخيرة، بعد فكرة زينك هوي إطلاق رؤية 2030. روح غير الكيشن. صار في مجال للشباب السعودي أكثر من قبل، في مجالات كثيرة صارت سعودة. روح غير الكيشن. يلا عندكم شباب، روح العريش اللي وديها زين الغداء هناك، اللي وديه يلا بلافي بروح العريش. توزع شباب تقاطع أصواته. صح يلا يا وانت قاطع، احنا ندور الاصوات، الواحد يلا يلا يسولف. انت عن ضلع، عن ضلع حرامي تحترف. روح الضلع انت. بس الشيبان وليد علي عقوبة. الروضة اللي جنبنا الله يسعدك. يعطوني حرمان من البث 48 ساعة ما رحت الضلع ذا الحين. هلا حبيتها. فهال
جلسة زعيزعي حمد السالم المسرح الخارجي سوينا فعالية سوينا. يلا اصبع ما معي وقت سرعة. ايش؟ الخارجي. اي يقول والله انا يا ابو لاهي والله انا مشغول اليوم عندي اربع اعلانات. والله هذا مغربي يا ابو زهرة. هو انا اعرف اعرف انه ما هي بلهجته لكن حدينا حدينا نشطح. الله لا اله الا الله. السؤال الان السؤال السؤال اللهم صل على السؤال الصدق اللي والله صل على محمد. خلاص يعني اذا عندك سالفه ولا لا بس اللهم صل على سيدنا رسول الله. السؤال الحين اللي عليه الكلام قبل شو بتسوي بعد البرنامج سالني امس ايش؟ وش بتسوي بعد البرنامج؟ وين بتسافر وين بتسافر؟ شو ما تشرب كذا تكينا الظهر بتسوي بعد البرنامج شو تكرر الظهر؟ السؤال اللي عليه الكلام هل تشتاقون لي ولا لا؟ صدق والله شوف صدق انا بالنسبه لي بعد البرنامج صدق انا بالنسبه لي انا حتى الجمادات هذه بشتاق لها فما بالك بالبشر اللي كانوا ساكنين انا بالنسبه لي صدق صدق والله يا صدق الصراحه اخذ اجابتي ذا ايه لا قول ليش ليه لاني بكون بيني بينك شبه تواصل عشان كمان اشتاق لا اترك التواصل جلسه مع سواليف تشوفه كل يوم انت بتربى وهو بالرياض وانت فراج تشتاق لي انت بتصير عندي فين بالرياض لا الا لا الا ترى بنوقع عقد على ذا الكلام يا راح استقر في حفر الباطن باجي حفر الباطن انا لا الصراحه انا طلعت يومين قبل يومين عيال والله العظيم انت والله العظيم تستوعبون اذا طلعتوا ان تعودنا على بعض جدا جدا الجلسه مع بعض تنام تسولف مع واحد تصحى تاكل معه تسوي شاي تجلس انت وياه طبعا عندي يا رجال اقسم بالله يا رجال يطلع من هنا وحس انه خلاص خلص وقف انه ما في خير طيب اسمع انا عندي فكره كلام لكم جميعا انا عندي فكره تطلع من هنا اول ما تطلع من البرنامج تقول بسم الله الرحمن الرحيم كانك شفت اللي معه شنطه راح يدور وظائف نفسها اطلع من الباب كذا بسم الله الرحمن الرحيم والله اني اتكلم انا صادق جدا انا عندي فكره يا عيال احنا طالعين ما يجيبونا طار فراق ولا شيء اسمع انا عندي فكره انا عندي فكره يا ابو سعد خلاص تعجبك اسمعون نطلع من برنامج كلنا الحين اللي الصفين ال11 وانترلاند ال11 او كحد اقصى 15 نشري لنا بيت سلام ونسكن فيه كلنا ونركب كاميرات ونبنون بيت ونسكن فيه كلنا كاميرات ونخلي شيء ولا نشتري مجمع شقق عرفت كيف ونسكن فيه كلنا بس في مشكله بس اسمع واللي يعرس شقته جاهزه خلاص والريالتي حريمنا مع بعض وحنا مع بعض حي على الفلاح فكره حريمنا مع بعض والله لا اله الا الله ناخذ مجمع شقق 15 شقه مثلا ابو حسن احس زوجة فهد بتكون الربع عشان ما حد يشتاق وما ادري ايش من الكلام تتصنع لا طلعنا نشري لنا مجمع شقق 15 شقه مثلا سبحان الله كل واحد تعطيه عكس الميزه اللي فيه وكل واحد له شقه واللي يعرس يعرس في شقته ولا عرسنا كلنا طول العمر حنا ريالتينا مع بعض وحرمنا ريالتهم مع بعض وبزارين ولا افترقنا ولا هم يحزنون يا اخوي لا اسكت مدافع مرته بيجي يحسون ياذين حس بيدخل على والله يا عذاب يا عذاب الصنصير كل شيء لازم الصنصير وطالع هو خيال السؤال بيصل عليه والله مو مزعج مره باين هادي كذا لا مو بكاي مو بكاي بس انه هادي اليف أليف يا أخوي هادي أليف 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 صدق أليف خيال ما شاء الله تحسنها قد مسؤولية ما في البيت أطفال الاثنين ويحطونه إيه بس ترى أحيانا الطفل الدور العلوي والدور السفلي أكيد هذا حطوني في عجة بس إذا راح عند جدتهم ولا شيء يحدى البيت وتحس إيه هذا هو اللي بقوله يا أخي ما شاء الله البزر يصير داخل البيت يا أخي ما شاء الله يا أخي كأنه كبك صدق صغير يا أبو حسن هو يمشي على الارض الارض تقول عمره يا حد يمشي عمره اكبر من شكله واضح طيب مثل بيه 29 تعطيني 29 انا اعطيك 13 سنه لو اخف بالشنب قلت ابو 16 سنه اول ما شفت الزعزي اني انصدمت من عمره اي اخواني اللي صار مني كانوا اكبر مني لي والله اي وليد وعبد الله كانوا اكبر مني اللي جانا هنا الا والله واحد انا اكبر منه بست سنين والثاني وليد. انا اثنين اخواني اكبر مني انا شكلي اكبر مني والله ناحله عندي قصيده كم قصيده متى تقول كذا وكذا اكتبها اكتبها انا وياك ابو حسن من الا ربع
انت شفنا اخوك يمكن انا شفنا اخوك لا انت ما عشان اكتب انا سنة في ذمتك عادل ما شفنا اخوك 20 انت عادل اخوانك عشان اذا في عادل كم عمرك السيدة ما في ما كمل ما اقدر اقول كم وليد إيه. ها كم فهذا كم وليد برضو عادل كبير كم وليد بس ما هو كبير مره كم وليدك شفت من الناس اللي استغربت من عندك وانت كم وليد واحد تضحك 96 لا هجري 17 شهر كم؟ وانت؟ 14 سنين شهر كم انت؟ شهر 3 وانت؟ وانت وليد انا هل بعض؟ انا شهر 2 اكبر مني بشهر انت اكبر مني 19 وانت مواليد كم؟ العمر ما الله لا رميك بدي العمر بيد الله سبحانه وتعالى ليه؟ جاوب صدق يا عمري البرستيج طبعا الفاصل يجي ادري البرستيج ما يسمح لي اقول عمري لا عشان لا الناس يقولون اني صغير لا جد والله ليش الناس بعضهم ما يبي يقول عمري مسخن مسخن؟ مسخن مسخن تعبان آه. ما شاء الله تبارك ارجع لذا في شيبان وليد كم؟ في شيبان لا يروح لا يروح لا وليد 25 صح؟ كم؟ في شيبان كم عمرك؟ 19 سنة يا مسلم نصاب تدري انت من زمان والله انك 25 تدري لا بعد 26 لا 5 27 كم ميلادك؟ أنا إلى الآن ما استقريت على عمر معين. كم مواليد؟ قلت 25 قلت 26 قلت 27 لا 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 27 صدق 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 كم مواليد؟ صدق اللي يحب الله ورسوله المواليد المواليد كم؟ 28 يقول 14 كم مواليدك؟ 25 سنة توكل على الله كم مواليد؟ خلاص امشي والله لا تصدق 25 سنة تكفى يا وليد خلاص قلت تكفى ابشر بيوم كم؟ بالله العظيم انك كاريزما 65 وانت ما ادري والله هلا مدرب الناشئين كم مواليدك دحوم؟ واضح ما في ترى اقول كم مواليدك؟ ابو حسن لا يروح ذا والله 18 كم يا دحوم؟ يا اخوي كم؟ هذا 97 هو ما يعرف بالانجليزي تدري اكثر من يضغطني من؟ انجليزي لله انا شتى عن عمره قال كم تعطيني؟ يا ولد في شيبان ما عندي لا فراشة ولا فراشة زيزي شوف شوف أقول لك اقرأ شفت المقولة اللي قلتها في الغرفة أيوة وش المقولة لا أبو حسن أبو حسن أرجع سؤاله بعلمك وش المقولة أبو أقول لك والله لا يا أبو حسن في شيبان في شيبان كم والدك وأنت زين كم والدك زي احلف جاي في العيد انا والله. حظي ما شاء الله تبارك والله مواليدك 17 يا اخي ليش ليش, ليش 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 ايش خاش في مخك تعرف امريكا منو ذا مواليد كم انت بتزوجني وليد وليد اي بزوجك يا عيال بالله دونا نتعرف على بعض ما اقدر احرجت صدق والله كم والدك مرتبط معي بيجيك في الرادار بكره لا اقول لك كذا اليوم 84 ويعرفون اعمارهم كم والدك ها كم والله بعلمكم بحاجه والله انك 97 لا عربي 96 17 ما شاء الله يعني 96 عادل في ذمتك يو تطلع من حياتي كم لا لا والله انه ما هو والله انا اعلمك انا اعلمك بعدين تحت الهواء لا لا ليه ما يبي يعلم الرجال ما يبي يا اخوي ليه طيب سؤال ايش تبي يا اخي بامكانه اكذب عليك لكن يحب الصدق هذا لا سؤال صدق يعني هو ما يبي اللي ما يبي يعلم بدون سبب كذا هو مريض والله عمرك هو مسخن والله العظيم يا اخي الله هذا القارش يا رجال كان في يمني يجي لابوي شاي عادل ليه ما توفى تدري كم عمره ها والله يعني توفى عمره 115 سنة ما شاء الله تفعيلة ببي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تجي ما شاء الله حلو تفعيلة الله يرحمه يجعله في الجنة 115 شهر أقول لك شيء في شيبان إلى الآن ما شاء الله تبارك أعرفه معرفة شخصية أستغفر الله الله يرحمه يعني أستغفر الله من وجهه بس إن الصدق في ناس كثير له يمكن أكثر من 15 سنة وعمره 68 سنة كثير أنا أبوي من يوم عرفته عمره 37 الله يجزاه خير فاصل العداد هذا إلى الآن إلى الآن دخل غسل كيلة وطلع وخلص و 37 كم لك غسلت يقول 3 سنوات ونص طيب كم عمرك 37 يبا علمي أبو زهرة سام خذ الحمد تروحون الجلسة اللي هناك الله يطول بعمره أجيكم أجيكم طبعا يا شباب وليد عمره 35 بس النمو عنده موقف على 15 وكل على الله وكل على الله أقول والله قاعد نلعب كوره مع العيال ها من الناشئين اقسم بالله ما اقول لك مدرب ناشئين والله قاعد العب كوره بالكاب ابو حسن تدري من ايش والله العب كوره كيف لعب حار مع الشمس الله يجيب عبد الله خير لا ايش به خالد صديقي شوف كيف حالك انا ما ادري شو الناشئين شو اسمي انت اليوم تناديني دعي لا قلت لي انت يا ابو ايش
يقنثيت ما شاء الله ما شاء الله انت ايش دخوك بنظاره ايش دخوك انا وش اسمي انا شو اسمي يروح يقول نشيد انا شو اسمي انا شو اسمي ما شاء الله تبارك اسمع 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 يا عمري اسمع يعرف دحو اسمع اخوك اسمع اخوك شو اسمي شو اسمي حمد الدعيدي حمد الدعيدي حمد الدعيدي يلا يلا خلينا نلعب كوره يلا يلا دخل دخل الرجال دخل وين رايح الاخ وين رايح ايش مو ابوه ما صديقي ذا صديقي زي اسمي انا ابو حسن جدتي الله يرحمها الله يرحمها